تتعدى في ديما لاباس وتتعدى في فكرة سامي. تعرف أنت البرامج معناها إذا تعديت الجمعة هذه مع نوفل أو العكس بالعكس لازم ترتيحة قد يكون هكا معناها صار. لا عاد كدو أنا قلت لك ما تعديش فكرة سامي من وقت سامي راه تحسوا موقف بالطبيعة هذه زعين واخذ مني موقف وما وراهو مش عيب وراهو المرض المرض مش عيب العيب الوحيد هو الأخلاق والنية. يعني أنت كي 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 تاخذ مني موقف مش عيب. أزيد تليفون سألت خاطر هذا كل تكهنات. لا لا عندي أنا متعارك أنا وهدي زعيم على خلاف متعارك على خلاف هو ظلمني وطلبت أنا السماح. المشكلة وين اللي أنا قلت لك هادي إن شاء الله كل عام وانت بخير بربي سامحني راك غلط معايا وين طلبت السماح وقلتها الموت تضرب تسرع. يلزمنا نتصالحوا يلزمني اليوم نتصالح مع ستة ونتعارك مع واحد أما ربح خمسة بالبوزيتيف شنو قاعد تعارك أنا وياك. أنا وكان تصير لك حاجة ظفرك يتقلع بالبحر هادي زعيم أنا الأول تلقاني أنا تاش معتها الأول هو يعرف وانت تعرف والكل هتعرف أنا وكان هادي هبط دمعة هبط عشرين أنا الأول يلقاني هادي وكان تصير له اختانا من الباح كيف شنو قوه في عاركة شنوش معناتها يعني انت غدو يسرحوا في فرد هادي زعيم تقتلني يعني انت منعك القانون والعرف والأخلاق اش خليت انت إذا كنت توصل أنت تسكر علي منه تسكر ما يقلقنيش إن اللي يقلقني نيتك يلزمنا نصالحه أنا وياك لهدي زعيم وإن شاء الله يا ربي الحديث هذا يكون باب للصلح. يا ولدي أنا تمد ديدي قلت لك أنا ظلمني وهو يعرف مرتين ورمزي وذيفة يعرف وأنا في العيد وفي الأول والثاني وأنا أكبر منه بثلاث أربع سنين هادي سامحني راك غلط معايا شبيك أنت قبلت اعتذارات ناس هي تعدت عليك إلا أنا حتى أنا كبرت وأنا أكبر منك قلت لك راي الموت تضرب تسرع أنا غدوة تصير له حاجة ولا اللي يعرف وانت تعرف والكلها تعرف أنا الأول نقص